بهذا الفيديو راح احكي لكم عن المانوكا هيلث، عسل المانوكا وشو فوائده للصحة وليش بتميز عن انواع العسل الثانية. مرحبا، كيفكم؟ كتير بيجيني استفسارات عن انواع العسل، خاصة المانوكا هيلث، عسل المانوكا، ودائما الناس بيسألوني شو هو هذا العسل وليش له فوائد صحية بتختلف عن انواع العسل الثانية. هلا رح نحكي لكم شوي عن انواع العسل وليش المانوكا هيلث، عسل المانوكا، بتميز عن انواع العسل الثاني، لانه العسل نعرف يستخدم من الاف السنين ويستخدم في الطب البديل ومعروف بالابحاث والدراسات العلمية من سنين انه له خصائص طبية مفيدة جدا للصحة. بس شو هو المانوكا هيلث وعسل المانوكا؟ عسل المانوكا من اسمه مانوكا تري، يعني هذا العسل مأخوذ من رحيق زهور أو أزهار المانوكا تري، وهي المانوكا تري بنسميها ليبتوسبيرمم سكوباريوم، نوع من النبتات اللي إلها أزهار مميزة جدا، وهي النبتة موجودة بنيوزيلندا بكثرة، موجود منها شوي بأستراليا ولكن بكثرة بنيوزيلندا. والنحل لما ياخد بيعمل العسل من رحيق أزهار المانوكا بيصير في عنا عسل المانوكا. طبعا بدأ عنا باحث، أول من بدأ بالأبحاث في عنا بروفيسور اسمه بيتر مولن، هذا بنيوزيلندا بالجامعة، درس موضوع العسل المانوكا من تقريبا 25 سنة، وتوالت كمان كتير من الباحثين بخصائص عسل. بيميز العسل بشكل عام انه فيه خصائص بنسميها انتي مايكروبيال، انتي بكتيريال، انتي فايرال. شو يعني انتي مايكروبيال؟ يعني انتي ضد، زي كأنه في عنده خصائص بتمنع نمو الميكروبات، خاصة البكتيريا والفيروسات. فوجدوا بالأبحاث العلمية، وهي معروفة في عدة أنواع من العسل منذ القدم، عشان هيك يستخدم العسل في عدة خصائص طبية. طيب شو بيميز عسل المانوكا عن باقي أنواع العسل؟ هذا العسل بيتميز عن باقي أنواع العسل إنه فيه نسبة عالية جدا من مادة بنسميها أنتي بكتيريا، المادة مضادة لنمو البكتيريا والميكروبات، بنسميها الـ MGO، هي عبارة عن مادة فعالة جدا، وكل ما كانت أكثر في العسل كل ما دل إنه في عنا خصائص أنتي بكتيريا أعلى في أنواع العسل الموجودة. فبالتالي النحل لما يجي على رحيق هاي الأزهار في عنا مادة أولية أو بريكيرسر بنسميها DHA، لما يجي النحل ويعمل العسل بيحولها ل MGO، فكل ما كان في عنا MGO أكتر اللي هي المادة هاي المضادة للبكتيريا، كل ما كان في عنا خصائص طبية وفوائد أعلى موجودة في هذا العسل. عشان هيك لما نروح على الصيدليات بنلاقي عسل المانوكا هيلث في عنا عدة أنواع، لما يقول لك MGO 100، MGO 200، 250، هذا بدل انه كل ما زاد الرقم كل ما كانت نسبة مادة الـ MGO الموجودة فيها اعلى واعلى، فبالتالي بتزيد الخصائص الطبية الموجودة فيها. شو اهم فوائد طبعا المانوكا هيلث، عسل المانوكا؟ نعرف كل انواع العسل في عنده خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، ولكن لما درس هذا النوع العسل بالذات وجدوا انه مادة الـ MGO فيها كتير عالية جدا، حتى بقول لك اقل اشي اكتر ب20 ضعف من انواع العسل الثاني. فبالتالي احنا الخصائص اللي بدنا اياها في العسل اللي هي مادة، طبعا بنعرف انه العسل مادة مفيدة للمناعة، بتقاوم البكتيريا والفيروسات، وبالتالي بتحمي من كثير او من مجموعة من الامراض، او قد تساعد في الوقاية من مجموعة من الامراض ناتج عن مواد اللي هي مضادة للبكتيريا والفيروسات. فالمانوكا هيلث او عسل المانوكا اللي بيميزه، اول اشي فيه مواد انتي بكتيريال مضادة للبكتيريا، انتي فيرال، انتي مايكروبيال، يعني مواد مضادة لنمو البكتيريا والفيروسات، فبالتالي اندرس في عدة ابحاث ووجد مثلا انه مفيد لقرحة المعدة، ممكن يساعد في العلاج التغذوي لشفاء او العلاج من الجرثومة الحلزونية. كمان في عنا وجد اندرس بشكل كتير كبير في التئامات الجروح، يعني بنعرف انه العسل يستخدم من زمان، ولكن نتيجة وجود الـ MGO بكثرة في عسل المانوكا اللي هو مأخوذ من ازهار نبتة المانوكا الموجودة بنيوزيلندا، اندرس كمان عمل عدة ابحاث على التئام الجروح ووجد انه مفيد جدا لالتئام الجروح. بعض الدراسات كمان اشارت انه هو فيه مواد بنسميها انتي كانسر، يعني بيساعد في التقليل من خطر الاصابه ببعض انواع السرطانات.
كمان مفيد للمناعة، لأنه العسل هو عبارة عن تركيبة المانوكا هيلث، هو عبارة عن نسبة من النشويات المفيدة جدا، وكمان فيه نسبة من البروتينات الفيتامينات والمعادن، نسبة من المعادن والفيتامينات المهمة جدا والأنزيمات، غير المواد المضادة للأكسدة، مضادة للبكتيريا والفيروسات. ويعني بنسمع احنا بالعسل فيه فينوليك كومباوندز، فلافينويدز، هاي كلها عبارة عن مواد مضادة للأكسدة بتحمي خلايا الجسم من الأمراض، بتكون موجودة في عسل المانوكا. فعشان هيك لما نسمع انه عسل المانوكا مانوكا هيلث وليش وش يعني ام جي او وشو هالخصائص، لازم نفهم عشان نعرف نختار العسل المناسب لنا ولصحتنا ولكل افراد العيله، حتى بنقدر ناخذ معلقه يوميا كنوع من الاغذيه المهمه جدا لتقويه الجهاز المناعي وبرضه للحفاظ على صحتنا وصحه جسمنا. إذا بهذا الفيديو حبيت أوضح لكم، لأنه كتير أجاني استفسارات عن عسل المانوكا هيلث، عسل المانوكا وين هو، شو هو مصدره وغيره. أكيد رح أحكي لكم بفيديو تاني عن أنواع عسل المانوكا هيلث، كيف نقدر كمان نختاره، كيف ملمسه، كيف طعمه، كيف شكله، وكمان بعض الخصائص الطبية الموجودة فيه. فأكيد تابعوني بالفيديو التاني، رح يكون في عنا معلومات كتير مهمة عن عسل المانوكا هيلث.